تثير قيمة المنحة السياحية التي يستفيد منها الجزائريون والمقدرة ب 130 أورو سنويا استياء لدى الجزائريين، خاصة أن هذه المنحة لا تكفي لتغطية يوم واحد في إحدى العواصم الأوروبية مثلا. أكثر تفاصيل في تقرير مصطفى تونسي. 130 أورو سنويا غير قابلة للتجديد هي القيمة التي يصرفها البنك المركزي للمواطن الجزائري الذي يريد السفر إلى الخارج، قيمة لا تكفي لقضاء يوم واحد في إحدى العواصم الأوروبية أو حتى الخليجية منها. فمن مطار باريس مثلا إلى وسط المدينة قد تضيع ثلث المنحة فقط في وسائل النقل دون الحديث عن الفندقة. سي با سوفيزون ماكسيموم دو جور لوتيل لا بوفيتو ماكسيموم 130 أورو هي الحاجة. إلا ما يديش تاكسي، تاكسي 50 أورو تلاح كل سونتر فيل، إلا ما يديش تاكسي 10 أورو يروح يحوس سونتر فيل ياكل شويه برا، الا يكون وحده ولا زوج. واحد يقعد يشد شومبره يكري لوتيل ليلتين يخرج شويه. هذه هي السيارة الأجرة. الأقل أدنى واحد هو ما بين 45 إلى 70 أورو. هذه يعني ذهاب برك. لو كان تجيبها ذهب وغيره ياكل هذاك 130 أورو تاعو ويزيد يحوس منين يشرب باش. وهذه حقيقة. وكل المواطنين حتى بالمسؤولين عايشينها. لهذا احنا نعاود نجدد النداء تاعنا لإعادة النظر في المنحة هذه السياحية اللي راهم يودوها المواطنين. ومقارنة بالدول الجوار تمنح السلطات التونسية لمواطنيها مبلغ 3600 أورو سنويا مقابل 4000 أورو بالنسبة إلى المغرب، في حين يستفيد المواطن الليبي ما يعادل 3000 دولار. جيراننا يمدوا ما بين 2500 حتى 3000 أورو لكل مواطن في العام يستعملها كما يحب، يعني بالتقسيط أو يأخذها كله يروح يسافر بها. وتبرر الحكومة تمسكها بعدم الزيادة في المنحة السياحية أو منحة السفر بكونها لا تدفع بالعملة الصعبة تكاليف التسلية أو الترفيه الخاصة بالمواطنين. الأقل شيء كاين زوج ملايين جزائري يخرجوا يديروا عطلة نتاعهم في الخارج مرة في السنة. هاد زوج ملايين جزائري يدي 130 أورو. 130 أورو للفرد، يعني هذا نقول لك يعني حشومة، يعني باللغة العامية تاعنا يعني حشومة على الجزائري باش نحفظوا كرامة الجزائري في الخارج. هذا ثاني يحتم على الجزائري أنه يروح السكوار يروح المارشي نوار يشري لا دوفيز، لأن 130 مش تحتكفيه. وأمام هذه الوضعية ومع غياب مكاتب صرف العملة الصعبة يضطر المواطن الجزائري إلى شراء الدوفيز بطرق غير قانونية من سوق السكوار وغيرها من الأسواق في مختلف الولايات عبر الوطن. ولا يقتصر ذلك على الجزائريين فحسب، بل حتى الأجانب فهم مضطرون لتصريف أموالهم في السوق السوداء.